تعالوا بقى نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي اللي اكد ان الاهلي لعب مباراه قويه جدا وحقق الفوز في النهايه وحصل على النقاط الثلاثه قبل المواجهه المرتقبه امام الزمالك. اتكلم عن ان دايما ظروف المباريات في مساحه كافيه ان هي تختلف من مباراه للثانيه. قال ان في بعض المواجهات بتتلعب فيها المباراه بشكل مفتوح وبيتم تسجيل اهداف مبكرا، ولقاءات ثانيه بيكون فيها التسجيل صعب نسبيا، لكن برضو قال الجملة اللي هي الشهيرة جدا عند كل الأهلاوية، هنغلق صفحة هذه المباراة ونركز في المباراة القادمة إن شاء الله أمام الزمالك. عموما تعالوا نشوف جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. الحمد لله طبعا، يعني واحدة من بدايات الدوري وده مهم جدا. يمكن السنة اللي فاتت من الحاجات اللي عطلتنا قوي هي فرقة البنك الأهلي، الحمد لله النهاردة مكسب وده برضو مقبول ومعقول. يعني يمكن الشوط الثاني بدأناه بشكل كويس قوي ولحد ما جبنا جهون، وبعد كده استمرينا حوالي 10-12 دقيقة، وبعد كده ضغطنا يمكن في آخر الشوط، وده ممكن يبقى بحكم النتيجة ممكن يبقى بيحصل. يعني المهم إن الصفحة اتقفلت وثلاث نقط خدناهم قبل لقاء القمة يوم الجمعة إن شاء الله. الحديث عن طريقة اللعب، لكن يمكن طريقة اللعب دي محتاجة شخصية مدرب قوية جدا ومحتاجة تركيز كبير من لعيبة النادي الأهلي، وده اللي حصل في مباراة الإسماعيلي. الاختلاف النهاردة نقدر نقول إن البنك الأهلي ظروفه يمكن لعيبة شابة، لعيبة شايفة القراية، شايف المباراة إزاي بالنسبة لك؟ المباراة عامة كده، يعني المباراة ممكن تفتح بشكل كويس وممكن تستثمر فرصك بشكل كويس فيتسهل عليك الجيم أيا كانت الفرقة. يعني دايما أنا بقول كده، المباراة بأحداثها انا مش عايز اقف عند مباراه بعينها، يعني انا خلاص كل حاجه بتعدي وبتتقفل صفحتها وتبص على اللي جاي. يعني مردود مهم جدا الحقيقه ورائع من بيرسي تاو وميكيسون الحقيقه وعبد القادر وحسام وكل اللعيبه الوافدين مع السكواد اللي معانا الحقيقه. كابتن سيد موسم قوي جدا ومحتاج ان احنا معانا عدد كبير جدا، شفت ازاي الانطلاقه بالنسبه لهم كابتن؟ المهم الاستمراريه، اي حاجه في الحياه بتبقى محتاجه استمراريه، كره القدم محتاجه كده. يعني ان انت تلعب مباراه كويسه وتتالق وتحرز اهداف ده ممكن تبقى خاصه بمباراه بعينها، لكن المهم الاستمراريه، المباراه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، يعني ما تلعبش على اللقطه او الفقره. يعني الشناوي عايزين نتكلم عليه برضه، جاهزيته لمباراه الزمالك، ومباراه الزمالك بشكل عام كبسات حساباتها خاصه جدا ليك وللعيبه لمجلس الاداره الجمهور النادي الاهلي، تركيز اللاعبين ازاي وشايف المباراه دي ازاي؟ بالنسبه للشناوي هو دخل معانا خلاص، يعني كان ممكن يبقى متواجد معانا في السكور النهارده، لكن الراجل فضل ان هو يريحه خالص، ان شاء الله الرحمن هيبقى موجود معانا في اللقاء اللي جاي باذن الله مع الزمالك. في حسابات مباراه الزمالك، يعني انا يعني طبعا هي مباراه الزمالك هتبقى مباراه الزمالك، هي مباراه بطولة لوحدها، لكن في النهاية كدوري يعني ما اعتقدش ان هي برضو من الحاجات اللي هي بتدي انطباع غير انها مباراة يعني ما بين فرقتين كبار الاهلي والزمالك، ما بين فرقتين هم احسن فرقتين في افريقيا لفترات كبيره جدا جدا من الزمن يعني، وهي مباراه طبعا يهمنا ويهم كل النادي بمنظومته بكل بجماهيره طبعا ان احنا ان شاء الله الرحمن نكسبها، لكن هي مباراه بثلاث نقاط. السنه اللي فاتت احنا كسبنا المباراه وخسرنا الدوري، السنه اللي قبلها كسبنا مباراة واتغلبنا مباراة وكسبنا الدوري. يعني السنة اللي فاتت رغم فوزنا باللقاء لكن في المجمل خسرنا الدوري، فهي مباراة طبعا مهمة وكل حاجة، لكن في النهاية حساباتها بثلاث نقاط، يعني بتدي لك مؤشر كويس وكل حاجة، لكن في النهاية مش هي خط النهاية، وخصوصا ان انت جاي في الاسبوع الثالث. يعني فهيبقى مباراة الاهلي والزمالك هي مباراة الاهلي والزمالك، يعني اتمنى يا رب انها تخرج بشكل كويس يليق بالفريقين واسمهم ومكانتهم، يليق بجماهيرهم وكل المنظومة الرياضية سواء كانت هنا او هنا، اتمنى يا رب يكون تحكيم على اعلى مستوى لان هو برضو مؤثر جدا في المنظومة بالتاكيد. يعني جملة نقلب الصفحة أعتقد أنها جملة قدرية جدا بالنسبة لكل الأهلاوية، لعيبة وجماهير. يعني زي ما هو قدر النادي الأهلي أنه بقى دايما مضغوط لأنه بيشارك باستمرار وبسم الله ما شاء الله في كل البطولات المحلية والإقليمية وحتى الدولية، كمان قدر جماهير النادي الأهلي اللي هم ما يفرحوش. أنا مش بتكلم على مباراة الأمس، هي مجرد في الأول وفي الآخر مباراة ضمن سلسلة طويلة من المباريات، وكان يهمنا أن احنا نحصل على ثلاث نقاط وقد كان تحقق هذا الأمر. أنا بتكلم من حيث المبدأ، الفكرة نفسها، يعني جماهير النادي الأهلي كل ما نيجي نفرح في أي بطولة قال لك اقلب الصفحة، طب ما تدونا مساحة وقت نفرح، لا نقلب الصفحة. وعلى فكرة ده شأن الكبار دايما، يعني ما حدش بيضيع وقت في إظهار مظاهر فرحة عارمة بتحقيق أيا كان حجم الانتصار، لأن ورا منه انتصارات تانية لسه بصددها احنا قاعدين مستنيينها، فواضح ان ده قدرنا كأهلاوية. عموما تعالوا بقى نرجع نتكلم شوية عن كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق اللي قال ان النادي الاهلي حقق المطلوب لانه بيملك كل الحلول الفنية المميزة، طبعا بعد ما كان بيواجه كثافة دفاعية كبيرة من جانب البنك الاهلي. قال ان مشوار الدوري طويل ولسه في اوله، ومن غير المنطقي ان احنا نحكم على اداء الفريق بعد مرور جولتين فقط.
اتكلم كمان عن مباراه الزمالك المرتقبه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، وقال انها مباراه اكيد مهمه جدا للجميع، وان هم سوف يستعدوا لهذه المباراه بمنتهى القوه وبمنتهى التركيز. وطبعا لفت الى ان وجود الجماهير في المدرجات اكيد هيبقى حافز كبير للعيبه. طبعا يعني هي اللي حصل ده مجرد ايه؟ تنديعه، ان احنا نشوف 1000 يعني مشجع في الاستاد، مجرد تنديعه طبقا طبعا للظروف المتعلقه بفيروس كورونا. ولكن ان شاء الله ال1000 يجروا 2000، يبقوا 5، يبقوا 20، لغايه لما ربنا بقى يزيح ويعفي عننا موضوع الكورونا ده. لان حقيقي حقيقي اي ماتش من غير جماهير ما بيقالوش طعم قوي، وربنا ما يحرم دايما يعني مباريات النادي الاهلي من وجود ومن زئير جماهير النادي الاهلي.